السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. حلقه اليوم سنخصصها لمناقشه تطورات الوضع السياسي في الملف اليمني ومساعي المبعوث الاممي وما تم الاعلان عنه بشان خطه جديده تقدم بها مارتن جريفيث لتحقيق السلام في اليمن. إذن كشف مصدر دبلوماسي عن ثلاثة ملامح تحملها خطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لتحقيق السلام. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصدر قوله إن الخطة الأممية المقترحة تتمثل في سحب السلاح من الميليشيا ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة وتنتهي بانتخابات. ولفت المصدر إلى أن المفاوضات المزمعة ستكون بين حكومة وانقلاب، ويترك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية. من جانبه شدد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على ضرورة سحب السلاح من ميليشيا الحوثي وخروجها من المدن، وقال المخلافي إنه لا مانع من وجود حكومة شراكة ولكن بعد تسليم السلاح وتنفيذ غيرها من بنود الثقة. وأضاف أن المجتمع الدولي لن يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدولية الخاصة باليمن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل ينجح مارتن جريفيث فيما أخفق به سابقوه؟ وهل ما تقدم به المبعوث الأممي من مقترحات يمكن أن تلقى قبول الميليشيا؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. سحب للسلاح وحكومة انتقالية وانتخابات، إنها ملامح الخطة الأممية الجديدة التي سيتضمنها إطار الحل السياسي الذي وعد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن بتقديمه خلال شهرين. مصادر دبلوماسية هي التي كشفت لجريدة الشرق الأوسط السعودية عما أسمتها أبرز ملامح خطة المبعوث الأممي هذه، والتي تشمل مرحلة انتقالية لم تحدد بعد فترتها الزمنية. من المقرر أن تشهد حكومة شراكة تضم ميليشيا الحوثي الانقلابية. المصادر أوضحت أن المفاوضات المزمعة ستكون بين حكومة وانقلاب، على أن يترك الأمر بعد ذلك لليمنيين للحوار فيما بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية، في ظل التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن. الحكومة اليمنية لا تبدو متحمسة للخطة الأممية الجديدة، واشترطت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي للقبول بحكومة شراكة وجوب سحب السلاح والانسحاب من المدن، وأن يكون أي حوار مستقبلي بين حكومة شرعية وانقلابيين وفقاً للقرار الأممي 2216 وهدفه إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. واستبعد الوزير المخلافي أي إمكانية لإخراج الحوار من هذه الدائرة إلى حوار شامل أو خلط للأوراق وشرعنة غير مقبولة للانقلاب وفقاً لما نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط. لا يبدو إذن أن المبعوث الأممي يسير على أرض صلبة باتجاه الحل الذي يعمل على تسويقه في ثاني جولة له في المنطقة، والتي بدأها بالرياض حيث التقى الرئيس هادي ورؤساء الكتل البرلمانية، فيما جرى تأجيل زيارته المقررة إلى صنعاء إثر مصرع صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في سلطة الأمر الواقع التي أسسها الحوثيون هناك. ملامح خطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث هي نفسها الخطوط العريضة لخطة الحل السياسي التي كشف عنها في أول إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في 17 من هذا الشهر، وهو ما يراه المراقبون إعادة تدويرا للمقترحات المفخخة التي سبق وأن تعثرت أمام تحديات الواقع الذي أفرزه الانقلاب والحرب طيلة أكثر من 4 أعوام. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. اليوم نتحدث عن التسريبات أو ملامح الخطة الأممية الجديدة التي يرتب لها المبعوث الأممي الجديد. يعني كيف تقرأ هذه التسريبات أو ملامح الخطة؟ يبدو أن الخطة أو الأفكار هي لا زالت حتى الآن يبدو أفكار تم تسريبها، وهي أفكار طبعا لا تختلف عن الأفكار التي عرضها ولد الشيخ منذ بداية الحرب.
لأنه هي نفس الروشتة الحديث عن سحب الأسلحة ثم تشكيل حكومة وسلطة انتقالية وبعدها انتخابات. طبعا هذه الروشتة هي تعتبر خطوط عريضة، من يعرف الواقع اليمني يدرك بأنها غير واقعية تماما. نعم. فسحب السلاح ممن أولا؟ الشيء الثاني لأنه الحوثيين أيضا من جانبهم يرون بأن الآخرون أيضا هم ليسوا دولة وهم ميليشيا مثلها مثلهم، رغم أنهم طبعا لا يعترفون بأنهم ميليشيا، لكن حتى هذه الحجة تجد لها صدى لدى المراقبين ومن بعض الدول الأخرى، ترى بأنه سحب السلاح يجب أن يتم من الكل، ولكن لمن سيتم تسليم هذه الأسلحة بعد أن تفككت مؤسسات الدولة اليمنية ولم يعد هناك من قوة يمكن الجميع يتعامل معها وكان بصفتها قوة تتبع الدولة اليمنية؟ نعم. لهذا السبب هذا الموضوع سيظل موضوع لا يمكن الوصول إلى حل، لأنه جميع الأطراف لن تقبل بأن تتنازل وأن تسلم سلاحها وأن تتخلى عن السلطة. لكن فكرة جميع الأطراف التي تتحدث عنها سيد عبد الناصر، يعني هل ستلاقي قبول لدى المجتمع الدولي؟ بمعنى أن الشرعية هل ما زالت بنظر المجتمع الدولي يعني طرف، يعني كما أوضحت أنه يعني هناك جماعات مسلحة لا زال ينظر إلى الشرعية أيضا كجزء من هذا الواقع؟ يعني هذا هو الذي حدث خلال السنين الحرب، لم تستطع الشرعية أن توجد جيش وطني حقيقي يمثل مشروع وطني حقيقي للجمهورية اليمنية، وقامت بتفريخ ميليشيات جهوية كما هو حاصل في الجنوب والآن في تهامة. هو هناك تشكيلة، يعني بالنسبة لمسألة نحن سنخرج الموضوع قليلا، ولكن هناك تشكيلات يعني ربما بنيت خارج إطار المؤسسة العسكرية للدولة، لكن هناك أيضا جيش وطني يعني بني في على إشراف الدولة يعني بناء مؤسسي صحيح. يعني هذا الكلام وجهة نظر، الكثير يرى بأن ما الجيش الوطني الموجود في مأرب والجوف هو جيش يهيمن عليه حزب الإصلاح وبالتالي يفتقر إلى معايير الجيش الوطني، والأطراف الأخرى تتعامل معه وفق هذه الصيغة، كانت هذه الصيغة كانوا محقين أم لا، ولكن هذا أمر واقع، وبالتالي لا وجود هناك لمؤسسة نسميها جيش وطني يحتكم له الجميع ويقبل به الجميع. طيب بالعودة لموضوعنا الأساسي، يعني لهذا فإن النقطة الأساسية التي يطرحها المبعوث الجديد وطرحها سابقا المبعوث السابق تتعلق بنزع السلاح لمن؟ تسليم مؤسسات الدولة أيضا لمن؟ هل أي طرف من الأطراف الذي أصبح مسيطرا على الأرض مستعدا لأن يتخلى عن السلطة التي بين يديه، حتى لو كانت هذه مربع في حي في شارع كما هو الحال في تعز الآن؟ الصراع الذي يدور اليوم في تعز يدور على مربعات، كل ميليشيا وكل طرف أصبح يسيطر على مربع معين ويرفض أن يتنازل عن هذا المربع ويطالب أن تأتي الدولة، ولا يعترف بأن الطرف الآخر الذي يسيطر على المؤسسات الدولة هو الدولة. إذا نحن في حلقة مفرغة في إطار القوات التي تتبع بين قوسين الشرعية، فكيف الحال مع الحوثيين؟ نعم. هذه النقطة. الأمر الثاني قضية حكومة شراكة. طيب. هذه الحكومة لا يمكن لها أن تقوم ما لم يكن هناك أولا الاتفاق على أن يكون للحكومة هذه قدرة على السيطرة على الأرض. ممكن أن تجد حكومة ضعيفة، حكومة هشة نسميها بأي تسمية معينة ونضعها في جزيرة سقطرة أو جزيرة كمران،
وحتى سقطرة ليس لها سلطة حاليا عليها، وبالتالي ليس لها أي أهمية ولا يمكن حتى الوصول إلى هذه الحكومة. أما قضية الانتخابات فهذا حلم بعيد عن اليمن في الوقت الحالي، إذا لم تكن الانتخابات متاحة في 2011 و2012 وما تلاها من أحداث في ظل وجود دولة إلى حد ما متماسكة، فكيف هو الحال بعد أن تمزقت الدولة وأصبحنا بدون حكومة مركزية فعلية؟ نعم، لكن يعني هل تختلف البنود هذه المذكورة سيد عبد الناصر على ما ورد في مبادرات سابقة للمبعوثين السابقين؟ يعني هي ربما مسألة تسليم السلاح هذه واردة في كل مبادرة، مسألة تشكيل حكومة شراكة. كان هناك تفاصيل لمن يسلم السلاح واي المناطق التي يبدأ فيها تسليم السلاح وتزمين تسليم السلاح، يعني هذه تفاصيل، لكن المبدأ العام هو نفس المبدأ السابق، وهو المبدأ الطبيعي. المبدأ الطبيعي انه لابد ان يكون هناك أن يحتكم الجميع إلى دولة. أما القبول بأن يتم تشكيل حكومة أو توقف الحرب وفقا للظروف الحالية، فهذا يعني ترسيخ التجزئة واستمرار الحرب إلى ما لا نهاية، لأنه ليس فقط ترسيخ التجزئة سينهي الحرب، بمعنى أنه لن يقنع الحوثيين بما لديهم ولن يقنع خصومهم بما لديهم، وكل طرف سيحاول أن يعزز موقعه في الشارع والحارة ولا المدينة التي يسيطر عليها على حساب غيره، وبالتالي هي توقف الحرب وفقا للظروف الحالية هي مشكلة ولا يمكن توقع أن تحدث أو أن تقبل بها الأطراف الرئيسية وتحديدا التحالف. نعم، طيب تكرم البقاء معي سيد عبد الناصر. أشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا الصحفي أحمد شوقي أحمد من مدينة تعز. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد أحمد. يعني مبادرة أو يعني ملامح خطة جديدة للمبعوث الأممي الجديد، يعني برأيك هل الوضع في اليمن مهيأ لإحداث اختراق سياسي أو إنجاز سياسي يذكر؟ أعتقد أن هناك فرص يعني ماثلة لوجود اختراق سياسي في الوضع القائم في اليمن، وهناك أيضا صعوبات كبيرة جدا ليحدث هذا الاختراق. فمن جهة هناك يعني انهاك لدى ميليشيا الحوثي واضح للعيان، وعدم قدرة على إدارة المعركة لوقت طويل يعني، وفي نفس الوقت أيضا هناك تخبط لدى بعض القوى المنضمة أو المنضوية تحت إطار السلطة الشرعية، وعدم قدرة على حسم الأمور في المناطق المحررة. إذن هذه نقاط ضعف الآن تشكل للجميع رغبة أو فرصة ربما إذا كانوا يريدون حل سياسي وإيقاف الحرب الراهنة ومحاولة معالجة الأوضاع. لكن في نفس الوقت حالة الضعف القائمة هذه ووجود أيضا اختراقات يعني إقليمية ويعني حتى دولية للسلطات القائمة هذه أيضا تضعف من مركزها التفاوضي من جهة، وتضعف من قدرتها على إيفاء التزاماتها. نعم، لكن بالنسبة للبنود التي ذكرت في خطة أو يعني ملامح الخطة التي سيتقدم بها المبعوث الأممي، كانت أبرز النقاط فيها هو يعني تسليم السلاح وأيضا تشكيل حكومة شراكة ومن ثم انتخابات. يعني خطوات كهذه هل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأيضا في مسألة يعني تسليم السلاح فيما يتعلق بالميليشيا الحوثي؟ تسليم السلاح لمن؟ يعني إذا كان هناك قوة يمكن أن تمثل سلطة الرئيس هذه وشرعيته بشكل حقيقي وبشكل يعني ملتزم بقيمة الدولة وقيمة الشرعية، فإذا كان هذا الكلام موجود فمعناه أن هناك ضرورة لتسليم السلاح ويجب أن يتم إجبار ميليشيا الحوثي على هذا الكلام. لكن إذا كان هذا الكلام غير قائم، وبالتالي ميليشيا الحوثي يمكنها أن تتحقق بهذا المنطق، وبالتالي هذا المقترح يعني يفقد معناه، يفقد قدرته على التطبيق في أرض الواقع. هذا من جهة. من جهة ثانية فيما يخص حكومة الشراكة، يعني نحن تعودنا خلال المراحل الماضية أن جميع حكومات الشراكة التي يتم بنائها ليس هناك على الواقع شراكة، هناك
في الحقيقة سيطرة أو تقاسم نفوذ ما بين القوى المؤثرة أو القوى التي تمتلك القوة. وفي هذه الحالة إذا عقدت حكومة شراكة فلن يكون هناك أي أصوات أخرى في حكومة الشراكة هذه مؤثرة بالفعل وحاضرة في الجغرافيا اليمنية، ولكن سيكون هناك تمثيل وزاري لبعض يعني الأطراف الشكلية أو الأحزاب أو الكيانات بشكل ظاهري أو شكلي أو ديكوري، ولكن على الواقع هؤلاء لن يكونوا شركاء في القرار، وبالتالي لا نستبعد أن تحدث يعني اختلالات في عمل الحكومة أو في الاستقطابات الموجودة داخلها، وبالتالي نزع معارك جديدة ومشاكل جديدة. يكون الأطراف هذه جميع الأطراف قد أخذت يعني التقطت أنفاسها وأعدت نفسها لصراعات جديدة ويعني حرب جديدة حتى لا يمنع. إذن أتكرم بالبقاء معي سيد أحمد. أذهب لضيفي الآخر المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني بناء على ملامح الخطة الجديدة للمبعوث الأممي، كان هناك ردود من الحكومة وتصريح لوزير الخارجية، يعني كيف تقرأ هذا التصريح؟ تصريح وزير الخارجية لم يأتي بجديد، هي نفس الصيغة ونفس الفورمة التي دائما ترددها الحكومة، وهي العودة للمرجعيات التي تحلم الحكومة اليمنية بأن أحد سيرجع لهذه المرجعيات، لأن هذه المرجعيات تجاوزها الزمن. هذا ما يقوله الواقع، ولكن الحكومة هي متمسكة بها والسلطة هذه ومن معهم متمسكين بهذه المرجعيات وبهذه الإكليشة، لأنها تمنحهم المزيد من الوقت وتزيل عن كاهلهم أي أعباء أو أي مساءلات. فتصريح وزير الخارجية غير يعني متوقع تماما، وسيتم تكراره في كل مناسبة، واحنا نسمعه من 3 سنوات، ليس هناك من جديد فيما يتعلق بتصريح وزير الخارجية. أحب أن أشير هنا إلى نقطة مهمة، بأنه على المبعوث الأممي وعلينا كيمنيين بدلا من البحث عن حلول سياسية للقضايا الكبيرة في اليمن، علينا أن نبحث، أو على المبعوث الأممي وغيره من الدول الأخرى أن تبحث عن تخفيف آلام الحرب وعن إيجاد حلول للمشاكل الأصغر، مشاكل المعابر، مشاكل الأسرى والمختفين، ومشاكل الرواتب، ومشكلة مطار صنعاء، وغيرها من المشاكل التي إن استطاعوا أن يحقق فيها إنجاز نقول له بأنك استطعت حققت شيء، بدلا من البحث عن حل شامل كامل لليمن، وفي النهاية نجد أنفسنا لم نحقق شيء، بينما الأوضاع في اليمن تزداد تعقيدا وتزداد سوءا على اليمنيين. لاحظنا أن ولد الشيخ ظل منشغل بقضايا كبيرة وفشل حتى في إنجاز حل لمشكلة معرفة أسماء المحتجزين لدى الحوثي أو ربما غيرهم. نعم. يعني كذلك لم يستطع أن يفتح معبر في مدينة تعز أو غيرها من المناطق الملتحبة. نعم، يعني نفهم منك أن جهود المبعوث الأممي حتى الآن لا تختلف شيء عن من سبقوه، ويعني أن الأفق مسدود ولا يوجد أي بصيص أمل. يعني الأمر ليس في يد المبعوث الأممي، الأمر هناك واقع معقد على الأرض، هناك دولة انهارت، سلطة مركزية انهارت، الحوثيين دمروا هذه الدولة المركزية أو الحكومة المركزية، ولم توجد سلطة أو طرف ما أنشأ سلطة مركزية بديلة لتلك السلطة التي انهارت في صنعاء. ما يحدث اليوم في تعز هذا نموذج، إذا كانت الأطراف التي هي داخل الشرعية لم تعترف بما يسمى بسلطات الدولة في داخل تعز، رغم أنهم شكليا ينتمون إلى فصيل واحد، فكيف على الحوثي أو غير الحوثي أن يعترف بهذه السلطة؟ وبالتالي علينا التفكير نحن كيمنيين بكيف نوجد هذه السلطة المركزية الجديدة التي يقتنع بها معظم اليمنيين، لا نقول جميع اليمنيين ولكن نقول يقتنع بها معظم اليمنيين. أما هذه السلطة لم تقنع أحد، معظم الأطراف ما فيها الذي هم منضويين تحت لواءها ليسوا مقتنعين بها، هذه هي المشكلة الرئيسية.
نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد عبد الناصر المودع محلل سياسي يمني، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. أعود لضيفي الآخر من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، يعني سيد أحمد، هل يمكن القول أن اليوم يعني اليمنيين أصبحوا مجمعين على الدخول في مفاوضات، أم أن لميليشيا الحوثي سيكون لها يعني موقف مغاير هذه المرة، يعني خصوصا أن يعني أمد الحرب طال و يفترض أن المواقف تبدلت وتغيرت؟ أعتقد أن فرص التفاوض في هذه المرحلة هي ما زالت فرص ضعيفة غير قابلة للتحقق بشكل عملي. هناك حاجة بالتأكيد إلى معالجة عدد من الملفات، عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح وحياة المواطنين، وترتبط أيضا بالخدمات وملفات يعني معالجة المشكلات القائمة بسبب الحرب. لكن مسألة التفاوض السياسي في الوقت الحالي، أعتقد أن الوضع غير مهيأ من قبل الحوثيين بدرجة رئيسية، لأنهم أيضا لا يريدوا أن يسلموا ولا يريدوا أن يخسروا أو يقدموا تنازلات حقيقية لمصلحة البلاد. ومن جهة أخرى أيضا بسبب وضع الحكومة الشرعية، الوضع المقلق الآن حاليا وغير المستقر، وبالتالي مثل هذه المشاريع في وضع غير مستقر وغير ملائم وغير قدرة، يعني عدم وجود قدرة لدى الأطراف على أن تقدم تنازلات وأن تستطيع الالتزام بالاتفاقات، سيكون مضيعة للوقت وإهدار للطاقات، وكما قلت لك قبل قليل إعطاء فرصة للأطراف المتنازعة أو القوى الهيمنة لإعادة ترتيب أوراقها من أجل معارك جديدة. إذا نحن الآن بحاجة إلى معالجة الملفات، مثل ما تحدث قبلي الأستاذ عبد الناصر المودع، الملفات الخدمية، الملفات الإنسانية، المعتقلين، الملفات الإنسانية. وأعتقد أن مثل هذه الملفات ستفتح فرص للحل السياسي إذا استطعنا أن نفتح منفذ إنساني من مثلا في تعز من المدينة المحررة إلى الحوبان، بحيث أن تسهل حركة تنقل المواطنين. إذا استطعنا أن نعالج بعض المشكلات الاقتصادية المتعلقة بتعنت الانقلابي من جهة، وايضا عدم قدره الحكومه الشرعيه على ان تعالج هذه المشكلات، سواء كان فيما يخص المناطق التي تحت سيطره الحوثيين او المناطق المحرره. اذا استطعنا ان نخلق ان نعيد تسليم الرواتب لجميع موظفي الدوله، اذا استطعنا ان نخلق اقصد مصالح للمواطنين قائمه من خلال اتفاقات صغيره او حل قضايا او ملفات معينه، سنستطيع بعد ذلك بلوره يعني نظره او رؤيه سياسيه لما يجب أن يتم الاتفاق عليه، يعني كأولويات فيما يخص معالجة الإشكال السياسي في اليمن والأزمة القائمة. إذن أشكرك جزيلا الصحفي أحمد شوقي. أحمد، كنت معنا من مدينة تعز. مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر ووصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي عبد الناصر المودع المحلل السياسي اليمني، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، في أمان الله.